قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدا الفيلم مع العميل تايلر ريك، عميل في منظمه مرتزقه بتنفذ مهمات خارجه عن القانون مقابل الفلوس. بيكون تايلر شكله مبهدل خالص لانه حرفيا كان في معركه مميته من شويه. في الاثناء دي بتجيله طلقه في ظهره فبيتالم جدا وبيروح يستخبى ورا عربيه في المكان. بس لحظه، عشان نعرف ايه اللي حصل لتايلر بالظبط ووصله للنقطه دي لازم نرجع بالزمن يومين بالظبط. بنكون في مدينه مومباي في الهند وبنشوف الطفل اوفي وهو خارج من المدرسه مع صحابه وبيروحوا سوا يقعدوا في كافيه. بنشوف ان في حراس بيحموا اوفي طول الوقت وهنفهم ليه قدام. المهم ان اوفي بيروح البيت واول ما بيوصل بيقابله ساجو واللي يبقى مساعد مهاجان ابو اوفي. وفي الوقت ده بيزعق ساجو لاوفي لانه اتاخر بره وبيعرفه انه لازم كل يوم يرجع من المدرسه على طول زي ابوه مأمر. فبيسيبوا اوفي وبيمشي وهو متضايق وبيفضل اوفي مستني لحد ما ساجو ينام وبيخرج من وراه ومن ورا الحراس كمان وبيروح يقعد مع صحابه. وهناك واحد من صحابه بيقول له تعالى معايا بره وبياخده وبيخرجه من المكان وبيديله صاحبه ده سيجاره مخدرات يشربها بحيث يهدى كده شويه لانه متوتر على طول. بس المشكله هنا ان فجاه بيجوا ضباط الشرطه وبيوقفوهم وبيكونوا اوفي وصاحبه خايفين لا يتقبض عليهم بسبب سيجاره المخدرات. بس الشرطه مش بيقبضوا عليهم لانهم مش شرطه اصلا بل عصابه وواحد فيهم بيطلع سلاحه وبيقتل صاحب اوفي. بعدها بيخطفوا اوفي وبيهربوا من المكان. تاني يوم بقى في سجن مومباي المركزي بيروح ساجو بيقابل مهجان ابو اوفي واللي بنعرف انه اكبر تاجر مخدرات حرفيا في الهند ومحبوس حاليا وعنده اعداء كتير جدا وعشان كده كان معين ساجو يخلي باله من ابنه. بس حاليا ساجو فشل في المهم فبيهزقوا مهجان وبيعرفوا ان اللي خطفوا ابنه هم اكيد عصابه داكا اكبر عصابه تجاره مخدرات في بنجلاديش وعلى عداء كبير مع مهجان. المهم ان مهجان بيعرف ساجو انه لازم يجيب ابنه تاني زي ما ضيعه والا هيقتل ابنه هو وبيسيبه مرعوب وبيمشي. فبيروح ساجو للبيت وبيقعد مع مراته وناسيا وبيكون خايف جدا جدا عليها هي وابنهم من مهجان. بناء عليه بيعرف ناسيا انه هيأجر منظمه مرتزقه يجيبوا اوفي ولكن بيعرفها ان المنظمه دي بتاخد فلوس كتير جدا اكتر من طاقتهم لكنه هيعرف يخدعهم. وبس يا سيدي، بعدها بننتقل لاستراليا ونشوف العميل تايلر اللي شفناه وبيكون قاعد مع صحابه عند الشلال لكنه فجاه بيسيبهم وبينزل للشلال وبيغطس فيه وبيفضل قاعد تحت الميه فتره وهو بيفتكر ذكرياته واللي بتكون مشوشه فمش بنعرف هي ايه بالظبط. بس بيكون واضح انها مضايقه تايلر بشكل كبير جدا ومش عارف يتخطاها. عامه بعدها بيروح تايلر للبيت فبيقابل نيك واللي تبقى المسؤوله عن منظمه المرتزقه وحاليا بتعرف تايلر ان عنده مهمه جديده وهي تحرير اوفي من ايد عصابه داكا. بتعرفه ان المهمه مش سهله فبيقولها تايلر مش فارق معايا. بيكون واضح ان تايلر بيقول كده عشان عاوز يموت وخلاص ورغم ان نيك حست بكده الا انها بتوافق وخلاص. تاني يوم بقى بيكون تايلر في بنجلاديش وبيقعد مع نيك في مكان كده هي وكل رجاله المنظمه وهناك بيعرفوه طبيعه المهمه وبيعرفوه الكل ان اوفي اتخطف من عصابه مدينه داكا واللي بيحكمها شخص مجنون كده اسمه امير واللي بقى اكبر تاجر مخدرات في بنجلاديش. بيعرفوه ان الطفل اوفي مع رجاله امير حاليا واللي هم 20 راجل كلهم مسلحين وعايشين في مخبأ كده. وبيعرفوه انهم هيظبطوا ميعاد حاليا معاهم على اساس انه رايح يدفع فديه وياخد الطفل ولما يوصل للمخبأ هو وعميل تاني زميله اسمه جي هيخلصوا على العصابه كلها. بعدها ياخد تايلر الطفل ويروح للبحر هيلاقي هناك مركب مستنيه فيهرب فيه مع اوفي والعميل جي. بيوافق تايلر على المهمه وبينطلقوا لتنفيذها. بيروح الاول تايلر لقهوه كده يستنى رجاله امير وبعد شويه بيجوا له فعلا وبيغموا عينيه وبياخدوه معاهم لمخبأهم وهناك بيتكلموا مع تايلر وبيوروا له الطفل اوفي عشان يثبتوا انه عايش وبيطلبوا منه يروح يجيب الفلوس ويجي ياخده وبيغموا عينين تايلر تاني وبيخرجوا معاه اتنين يوصلوا بره. لكن هنا بقى بيظهر جي وبسرعه بيقنص على واحد من الاثنين وبيقتلهم. وقتها بيتعارك تايلر مع التاني وبيقدر يقتله وبياخد سلاحه وبيرجع للعصابه وبيبدا يقتل فيهم بكل الطرق الممكنه، مره بالسلاح مره بسكينه مره بمحراس ارض ليه في المكان وهكذا، لحد ما بيبقى طفل بس في العصابه ومش بيرضى تايلر يقتله وبيسمح له يمشي. بعدها بياخد تايلر اوفي وبيروحوا لمكان امان وهناك بيغيروا هدومهم وبيلبسوا قمصان واقيه من الرصاص. بعدها بياخدوا تايلر وبيتحركوا للمركب اللي هتهربهم منها. في نفس الوقت ده بنشوف امير زعيم العصابه وهو موجود مع مجموعه اطفال فوق سطح بيت كده وبيسالهم مين فيهم سرق فلوسه فمحدش بيجاوب فبيامر امير واحد من رجالته يتصرف. فالراجل ده بياخد طفل من الاطفال وبيرميه من فوق السطح عشان يموت في لحظه ده. وده يوضح لنا مدى جنان امير. المهم ان الاطفال برضه ومحدش فيهم بيعترف فبيكون هيقتلوا واحد تاني لكن واحد من الاطفال اسمه فراد بيوقفهم وبيتكلم مع امير بيعرفه ان اللي مات يبقى هو اللي سرق الفلوس. وقتها بيفهم امير ان فراد بيكذب عشان يحمي بس نفسه هو وباقي الاطفال وفي نفس الوقت يكون لبس المشكله لواحد مات فمحدش يتاخد منه الحساب. الغريب بقى في الموضوع ده ان ذكاء فراد بيعجب امير جدا فبيقرر يلقيه في العصابه ويعلمه ضرب النار.
المهم وهم واقفين بيجي عقيد من الشرطة بيشتغل مع أمير في السر وبيعرف أمير إن أوفي اتخطف، فبيتجنن أمير وبيأمر العقيد إنه يقفل كل المطارات والحدود وكل مكان في المدينة ويقلبوا المكان على أوفي لحد ما يلاقوه. بيوافق العقيد لأن ما قدموش أي خيار تاني. على الناحية التانية بقى بنشوف إن نيك ورجالتها بيكلموا ساجو وبيعرفوه إن أوفي معاهم حاليا وبيأمروه يجيب بقى بقية الفلوس وبيقفلوا معاه. بس بعد المكالمة دي مش بيعدي وقت طويل وبنشوف إن عند السفينة اللي مستنية تايلر بيجي شخص غريب ومقنع وبيقتل كل اللي على السفينة وحتى العميل جي اللي بيكون لسه واصل بيتقتل هو كمان. أول بقى ما بتعرف نيك اللي حصل على طول بتتواصل مع تايلر وبتأمره ما يروحش السفينة لأن كل اللي عليها اتقتلوا. في اللحظة دي تايلر وأوفي أصلا كانوا في غابة كده قريبة للبحر فبيغيروا وجهتهم وبيبدأوا يهربوا في الغابة. بس المشكلة إن الغريب ده بيجي لهم وبيطلع إن هو ده ساجو، وبنعرف إن دي خطة ساجو من البداية، يخلي تايلر والمنظمة يهربوا أوفي ويعملوا كل الصعب وهو يجي على السهل يقتلهم وياخد أوفي على الجهاز. المهم بيضرب نار على تايلر وتايلر يرد عليه وهو بيهرب في نفس الوقت لحد ما بيوصل لعربية كده، فبيركبها هو وأوفي وبيفضلوا يهربوا، بس المشكلة إن الشرطة بيوصلوا عنده واللاجئين طبعا بأوامر من العقيد وأمير. المهم إن تايلر بيفضل يهرب منهم بس الشرطة ما بتكونش مشكلة تايلر. مشكلة حقيقية ان ساجو بيجي وبيسرق واحدة من العربيات بتاعت الشرطة وبيفضل يطارده كتير جدا، لكن تايلر بيقدر يهرب وبيوصل عند عمارة كده وبياخد اوفي وبيدخلوا يستخبوا فيها. بس مش بيعدي وقت طويل وبيوصلوا الشرطة عنده، فبيفضل تايلر يقتلهم بكل قوة وشراسة وبيقدر يخلص على كتير منهم، وفي النهاية بياخد اوفي وبينطوا لعمارة جنبهم وبيكمل هروب. بس المشكلة ان فجأة بيطلع عليهم ساجو، فبيفضل تايلر يتعارك معاه وبيكون ساجو قوي ومش سهل نهائيا، وبتكون المعركة قوية لدرجة انهم بيقعوا من العمارة اللي فيها وبيكملوا ضرب في بعض في الشارع. لحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان فجأة بتعدى عربية بسرعة من المكان وبتخبط تايلر وبتحدفه بعيد، فبيستغل ساجو الفرصة وبيفضل يدور على اوفي فبيلاقي كام ضابط وصلوا ليه ومسكوه، فبسرعة بيضربهم ساجو بالنار وبياخد اوفي وبيكون هيمشي، بس هوب بيوصل تايلر بعربية وبيخبط ساجو وبيحدفه بعيد وبياخد اوفي وبيكمل هروب بالعربية، لكن مش بيلحق ياخد نفسه وبيلاقي عربيات الشرطة بتطرده، فبيفضل يهرب منهم لحد ما مرة واحدة بتجيله فكرة كده وبيقول لأوفي يلا نط من العربية، فبينط اوفي وتايلر وراه وبيسيب العربية تلبس في حاجز كده وبتبدأ تتحرق وتنفجر، وبيكون تايلر عمل كده عشان كل يفتكره مات وده يديله فرصة شوية عشان يهرب. مهم تايلر دلوقتي مصاب جدا فبيبدأ يتعكز على اوفي لحد ما بيوصلوا الورشة كده وبيبدأ تايلر هناك بمساعدة اوفي يعالج جروح. على الناحية التانية بيكون العقيد مع امير وبيعرف امير كل اللي حصل وان العربية انفجرت والطفل مات فيها، لكن امير مش سهل برضه وبيأمر العقيد يروح يشوف بنفسه الجثث هناك، فبيروحوا كلهم مع بعض لمكان الحرق بتاع العربية، ولما بيطفوها تماما بيجي العقيد وبيعرف ان العربية كانت فاضية وبالتالي اوفي واللي هربوا لسه عايشين. فبيتعصب امير وبيدي للعقيد صورة لتايلر كان فرغها من كاميرات المراقبة وبيعرفوا ان ده الشخص اللي هرب اوفي وبيأمره ان اي حد من رجالته يشوفه يقتله فورا. اما بقى ساجو فبيروح لفندق كده يقعد فيه وبيكلم مراته ناسي هناك وبيطمن عليها هي وابنه وبيعرفهم ان بعد 12 ساعة بالظبط لو هو مرجعش تاخد ابنهم وتهرب، بس بيقفل معاها وبيقعد بقى يسمع الشرطة على جهاز لاسلكي كده كان سرقه بحيث لو وصلوا لاي حاجة يعرف ويقدر يلاقي تايلر. بمناسبة تايلر بقى فبتجيله مكالمة من نيك بتعرفه ان في طيارة هتيجي تاخده من على كوبري كده في المدينة، بتعرفه ان المهمة صعبة ولازم يسيب اوفي لانه مش هيعرف يحميه طول الطريق وممكن عادي جدا يكون هو السبب في موته، بتعرفه انهم اكتشفوا ان ساجو كان ضابط قوات خاصة سابق وقوي جدا ومش هيهدأ الا لما يوصل لهم لان غير كده مهجم ممكن يقتل عيلته كلها، بتعرفه كمان ان رجالة امير قلبين عليه الدنيا مع الشرطة فلازم يهرب ويسيب الطفل. في اللحظة دي بيفتكر تايلر الذكريات المشوشة بتاعته وهي لسه مش بنعرف طبيعتها بالظبط، لكنه لما بيشوفها بيتأثر، فبيعرف نيك انه هيهرب اوفي معاه وهي بس دورها ان هي تحاول توصل للفلوس اللي ساجو ما بعتهاش وبيقفل معاها. في الليل بياخد تايلر اوفي عشان يهربوا، لكنهم بيتفاجئوا ان طالع عليهم عصابة اطفال تبع امير راسهم فراد وبيفضلوا يضربوا نار على تايلر ويحاولوا يقتلوه، لكن تايلر بيفضل يضرب فيهم بكل قوة وبيزعلهم كلهم لكنه مش بيقتلهم لانهم اطفال، وبيكون لسه هيسرق عربية عشان يهربوا ويروحوا للكوبري مش بيلحق وبيلاقي طيارات الشرطة فوقه وبتدور عليه، فبياخد اوفي وبينزلوا للصرف وبيفضلوا مستخبين هناك وبيتسع عينك، بيعرفها ان خطة هروبها مش هتنفع تتنفذ دلوقتي وبيطلب منها بس تكلم كاسبر وتبعته يخرجوا من هنا، هو ساب المنظمة زمان بس انا انقذت حياته زمان واستحالة يرفض لطلب، وفعلا كلام تايلر بيطلع صح لان كاسبر بيكون في المدينة وبيجيله بعربية بسرعة وبيخبيه هو واوفي فيها وبيوديهم على بيت كده بتاعه أمان وهناك بيعيشهم فيه وبيجيب لهم أكل وكل اللي عايزينه ويودعهم وبيمشي عشان يعمل مشوار وراجع لهم تاني. وقتها بقى بيدخل تايلر يودي أكل لأوفي
وبيفضل يتكلم معاه، فالكلام بيجيب بعضه وبيسأله أوفي إذا كان متجوز ولا لأ. بيعرفوا تايلر إنه كان متجوز زمان لكنه انفصل عن مراته من فترة طويلة. بيعرفوا كمان إنه كان عنده طفل لكنه مات بالسرطان وهو عنده 6 سنين. وبيكون تايلر موضوع ابنه ده هو اللي بيشوفه دايما في ذكرياته ودايما مش عارف يتخطاه وحزين على طول بسببه. المهم بيفضل أوفي يواسيه، وبنشوف إن تايلر بيتبسط وبيبدأ يحب أوفي زي ابنه بالظبط. متى في نفس اليوم بالليل بيجي كاسبر لتايلر من تاني وبيفضل قاعد معاه وبيحكوا كتير جدا على ماضيهم مع بعض. بس كاسبر بيكون غريب لانه بيفضل يقول لتايلر ان الطفل اوفي حياته خطر، لانه حتى لو هرب من هنا فابوه مسجون وملوش حد يعيش معاه، وبيقترح على تايلر ان هو يعني يقتله ويريحه. بس تايلر يا صديقي بيفهم ان في حاجه غلط فبيسال كاسبر قصده ايه، فعرفه كاسبر انه يبقى صديق لامير وشغال معاه، ووصل مع امير لاتفاق انهم يقتلوا اوفي بس وهيديهم 10 مليون دولار. طبعا بيرفض تايلر بشكل قاطع وبيبدا يتعارك مع كاسبر وحرفيا بيكسروا بعض، وللاسف بيقدر كاسبر يتغلب على تايلر لانه مصاب وبيسيبه وبيروح عشان يقتل اوفي. بس اوفي هو اللي بيجي في الخفا وبيضرب كاسبر طلقتين وتعيش انت. بعدها بيقعد اوفي يعيط لانه طبعا مصدوم انه قتل، اما تايلر فبيقعد يعيط على صاحبه. بس بعيدا عن الاحزان دي كلها بيقرر تايلر يقوم بالمهمه القديمه ويقابل طياره نيك عند الكوبري، بس بيكون عارف انه محتاج مساعده، فبناء عليه بيتصل بساجو وبيعرفه ان اوفي معاه وان من مصلحتهم هما الاثنين يفضل عايش، فالاحسن يشتغلوا سوا. فبيوافق ساجو وبيجي يقابل تايلر. وقتها جاب له تايلر شنطه سلاح كامله عشان يجهز نفسه، وعرفه انه مش محتاج فلوس، اهم حاجه اوفي يسافر بامان. بيقرر ساجو يساعده وبيعتذر له عن كل اللي عمله معاه قبل كده. بعدها بياخد ساجو اوفي وبيطلعوا بعربيه وبيمشوا، وتايلر بيطلع عماره كده ومعاه سلاح تاني ومستني. بيشوف ان ساجو بيكون في العربيه مع اوفي، بس في شرطه في كل حته بيوقفوا اللي رايح واللي جاي عشان يلاقوا اوفي. المهم مع اقتراب ساجو بالعربيه للكمين بيجي دور تايلر واللي بيظهر من العماره وبيبدا يضرب على الشرطه قنابل والدنيا بتتقلب حرفيا. فبيستغل ساجو الفرصه وبيهرب من الشرطه، اما تايلر فبيكمل ضرب في الشرطه، بس للاسف مجموعه منهم بيحددوا مكانه وبيطلعوا له عشان يخلصوا عليه. بس تايلر بيقلب الكف لصالحه ورغم عددهم بيخلص عليهم كلهم وبينزل للشارع، واي حد في وشه بيقتله وبيكمل طريقه للكوبري. بمناسبه الكوبري بقى، فبيوصل ساجو ووقوفي عليه، بس بيلاقوا الشرطه قافلين الكوبري ومش بيعدوا اي حد خالص بعربيات، بينزلوا الكل يفتشوهم ويدوروا على اوفي. فبناء عليه بينزلوا اوفي وساجو من العربيه وبيداروا نفسهم وبيبداوا يمشوا وسط الناس، لكن في كام جندي بيتعرفوا عليهم، فبسرعه بيطلع ساجو وسلاحه وبيخلص عليهم في لمح البصر. بعدها بيخبي اوفي في اتوبيس كده كان في الكوبري وبيرجع يكمل ضرب في الجنود. في الاثناء دي بنشوف نيك ورجالتها في عربيه ومعاهم اسلحه كتير، وبيروحوا على الكوبري وبيبداوا يساعدوا ساجو. الفيلم ده كله بقى بيكون امير والعقيد شايفينه من بيت امير، وهما بيراقبوا الكوبري، واول ما بيلاقوا ضرب بيامر امير العقيد يبعت قوه زياده، بيروحوا القوه دي بالطياره وبيفضلوا يضربوا على ساجو. بس الحمد لله بتيجي نيك وبتضرب صاروخ على الطياره دي وبتوقعها، بعدها بيكملوا ضرب في الجنود. اما ساجو فللاسف اثناء ما هو بيقتل في الجنود يمين وشمال هوب بتجيله طلقه بتخلص عليه. الطلقه دي جايه من العقيد واللي بيكون معاه قناصه وعمال يساعد جنوده من بعيد. بعدها بيفضل العقيد ده ينشن على رجاله نيك ويخلص عليهم واحد ورا التاني. الوقت ده بيوصل تايلر للكوبري وبيكون تعبان خالص حرفيا، لكن رغم كده بيفضل يقتل في اي جندي قدامه. بس المشكله ان هوب بتجيله طلقه من العقيد في ظهره، بيكون ده نفس المشهد اللي شفناه في البدايه. وهو بيستخبى تايلر وبيفضل يفتكر ابنه زي ما شفنا قبل كده. في نفس الوقت ده بتوصل الطياره اخيرا بتاعت نيك، بس العقيد مش بيسكت وبيقتل واحد في الطياره، فبسرعه الطياره بتبعد تاني. وقتها بقى بتقنص نيك على العقيد ده بعد ما حددت مكانه وتعيش انت. في اللحظة دي بترجع الطيارة من تاني، فبسرعة بيقول تايلر لأوفي اهرب مع نيك وسيبني لأني هموت هموت، وبيكون أوفي مش عايز يعمل كده، بس تايلر بيصر. فبيجري أوفي على نيك وهو حزين وبيروح للطيارة، أما تايلر فبيفضل يفتكر ابنه كالعادة، فبتجيله الشجاعة وبيقوم عشان يكمل طريقه ويركب معهم الطيارة، لكن بالعدم كده بتجيله طلقة في رقبته، وبتكون الطلقة دي جت من الطفل فراد اللي جه هنا يساعد أمير. المهم بيفضل تايلر يحتضر ويعافر، في النهاية بيقع في النهر ميت وبيشوفوه الكل ويعرفوا انه مات، فبيزعلوا جدا، لكنهم بيكملوا طريقهم للطياره وبيهربوا من المكان ده. بعد بقى 8 شهور من كل ده بنشوف امير مع رجالته في مكان كده وبيسيبهم عشان يدخل الحمام، وهنا بقى بتظهر نيك جنبه وبتديله طلقه في دماغه فبيموت، وبتكون كده جابت حق تايلر. اما اوفي بقى فرجع لحياته، لكنه بيكون طبعا حزين على تايلر بعد كل اللي حصل. عارف بقى العبره فين؟ العبره هنا ان تايلر لما وقع في النهر بنشوف حاليا ان الامواج فضلت تبعده لحد ما وصل لقريه كده صغيره. وقتها اهل القريه دول بداوا يسعفوه، بعدها جت نيك لما عرفت انه لسه حي وخدته على طياره لدبي وبدا يتعالج هناك. وبعد فتره مش طويله خف تايلر، لكنه ما كانش سعيد بسبب انه مريض جدا وشبه بقى عاجز بسبب كميه الطلقات اللي خدها في اخر حرب معاه. ف
فكان نفسه ان نيك كانت تسيبه يموت، بس نيك عرفته انها عملت الصح، كان لازم تنقذه. تايلر في اللحظه دي ما يئسش وفضل يعافر ويعمل علاج طبيعي ويعافر ويعافر لغايه ما خف شويه وخرج فعلا من المستشفى. فاستقبلته نيك واخوها ياز واللي بيشتغل معاهم برضه في المنظمه بالمناسبه. المهم خدوه وراحوا بيه على مكان في النمسا في بيت صغير كده عشان يعيش فيه تايلر. وهناك عرفت نيك تايلر انها اشترت ليه البيت ده عشان يستقر هنا، وعرفته انها لمت كل حاجه من بيته القديم وجابته هنا وبتسيبه وبتمشي. وبنعرف من هنا بقى ان تايلر خلاص ناوي يعيش لوحده اللي باقي من عمره، لانه خلاص قرر يتقاعد. فتعالى نسيبه حاليا ونروح لجورجيا. بنشوف شخص اسمه زوراب، بنعرف ان زوراب يبقى زعيم عصابه تجاره مخدرات خطيره جدا جدا اسمها ناجازي. المهم بيجي حاليا لزوراب واحد من رجالته وبيعرفه ان اخوه دافيد المحبوس زاد حكمه 10 سنين كمان. وقتها بيتكلم زوراب جدا وعلى طول بيستدعي عمده المدينه اللي مضى على امر زياده الحبس لاخوه، وده يتكلم مع العمده وعرفه ان هو اصلا اللي حطه في منصبه، فازاي يعني يحكم على اخوه ب10 سنين زياده. وقتها عرفه العمده ان اخوه متهم بقتل ضابط في مكافحه المخدرات، وبناء عليه كان لازم يتعدم اصلا. لكن رغم كده دافيد اتحبس مده بسيطه، ده غير ان مراته وابنه وبنته معاه في السجن وعايشين حياه تمام. وبيعرف زوراب انه كمان قدم له كافه انواع الراحه، بس كان لازم برضه يزود مده حبسه لان امريكا بتضغط عليه. الكلام ده كله بقى ما فرقش مع زوراب نهائيا، وبدون مقدمات سحب محرس الارض وغرسه في رقبه العمده ودفنه. على الناحيه الثانيه بقى في السجن بنشوف دافيد اخو زوراب واللي بيكون عايش مع مراته كيت وابنه ساندرو وبنته الصغيره في السجن. لكن هنا بنشوف ان كيت مش عاجبها الوضع نهائيا، زي دلوقتي مثلا بتعرف دافيد ان وضعهم هنا مش صح ولازم يخليهم يمشوا. لكن دافيد عرفها ان الكلام ده مش هيحصل ابدا وبيضربها. وقتها بقى بتفضل كيت تعيط، فبيجي لها ابنها ساندرو بيهديها وبيعرفها ان ابوه صح انه جايبهم هنا معاه. بيعرفها كمان انه نفسه ينضم لعصابه ناجازي لما يكبر ويبقى زيابه. في اللحظه دي طبعا بتتصدم كيت وبتكون متاكده انهم لازم يبعدوا عن دافيد المجنون ده قبل ما ابنها ساندرو يضيع زيه. المهم بعد كام يوم بقى من كل ده بنشوف تايلر وهو راجع لبيته عادي خالص، فبيلاقي هناك شخص كده غريب مستنيه قدام البيت. الشخص ده بيعرفه انه ضابط امريكي وجاي له حاليا في مهمه خطيره. طبعا بيرفض تايلر لانه عاوز يتقاعد زي ما قلنا، لكن الضابط ده بيعرفه ان مراته السابقه ميا هي اللي طلبت منه يجيله. بيستغرب تايلر وبيساله عن تفاصيل مهمه، فبيعرفه الضابط ان كيت اخت ميا اتجوزت من 8 سنين من دافيد زعيم عصابه ناجازي، ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان دافيد اتحبس واجبرها هي والاطفال يدخلوا مع السجن ويعيشوا معاه. وبيعرفوا الضابط ان زوراب ودافيد وهم اطفال هربوا مع اهلهم من الحرب الاهليه في جورجيا وسافروا على ارمينيا واستقبلهم هناك عمهم واللي كان مجرم، فبدا يشغلهم معاه. وبعد فتره اما كبروا بقوا تجار مخدرات على خفيف، وبعدها بقوا قتله ماجورين ووصلوا لاعلى درجات جبروتهم، وكانوا مؤمنين جدا ان اللي بيعملوا ده حاجه بتقربهم لربنا كده والعياذ بالله، وده مخلي عندهم ايمان اعمى باللي بيعملوا. وبفضل الايمان ده لما رجعوا جورجيا قدروا يعملوا اكبر عصابه في التاريخ، حرفيا عندهم جيش كامل بكل اسلحته. وبيعرف الضابط تايلر ان المهمه مش سهله ولو رفضها محدش هيلومه. تايلر على طول لما بيعرف ان الموضوع ده جاي من طرف مراته بيوافق على طول عشان خاطرها، وعلى طول بيتصل بنيك وياز اخوها وبيعرفهم ان عندهم مهمه جديده بعد 6 اسابيع من دلوقتي ولازم يجهزوا وبس. طول بقى 6 اسابيع دول بيفضل تايلر يتدرب ويتدرب ويتدرب لحد ما بيستعيد قوته وصحته كلها بشكل كامل. وقتها بس بيقرر ان المهمه تبدا. بعد كام يوم بيروح تايلر على السجن في جورجيا وبيدخل السجن بكل سهوله من باب خلفي لانه كان متفق مع العامل اللي هناك. اما نيك وياز فبيفضلوا مستنينه بالعربيات بره عشان يامنوا مكان. المهم بنكمل مع تايلر واللي بيفضل ماشي في السجن لحد ما بيوصل للزنزانه اللي فيها كيت والاطفال، وهو ما بتشوفه كيت بتكون عارفاه طبعا فبتفرح جدا وبتبدا تصحي اولادها عشان يمشوا. لكن ساندرو ما بيكونش عاوز يمشي لانه بيحب ابوه زي ما قلنا، فبتكذب كيت عليه وبتعرفه ان الراجل ده تبع ابوه وجاي يهربهم وابوه هيهرب معاهم. فبيصدقها ساندرو وبيتحرك معاهم وكل حاجه بتكون ماشيه زي الفل لحد ما الطفله بنت كيت بتوقع لعبتها وبتعمل صوت. ففي واحد من المساجين بيسعى على الصوت ده وعلى طول بيصفر لكل المساجين والكل بيعرفوا ان في دخيل في السجن. ده طبعا بيتجنن تايلر وبيبدا على طول يهرب وبيقابل مساجين كتير في سكته وكلهم طبعا عاوزين يقتلوه ويخطفوا كيت، لكنه بيخلص منهم لحد ما بيوصل لمكان كده سري وبيفتحه وبيخرج الطفله وساندرو منه للشارع عند نيك وياز، وبيكون هو وكيت هيهربوا. بس قبل ما يعملوا كده هوب بيجي دافيد وبيكون متجنن خالص وبيبدا يتعارك مع تايلر، فبيفضل تايلر يضرب فيه بكل قوه وبتفضل المعركه رايحه جايه كده لحد ما بيقدر تايلر يخلص عليه. بس المشكله بقى انه لما بيجي يخرج من المكان السري ده بيلاقي كتير من المساجين جايين عليه وهيموت، فبيضطر ياخد كيت بسرعه ويهرب من الباب الرئيسي للسجن. ودي كانت اكبر غلطه عملها تايلر، لانه لما بيوصل للباب الرئيسي بيلاقي مساجين كتير والكل عمال يضرب في بعضه،
فبيحاول يمشي وسطهم هو وكيت من غير ما حد يتعرض له، بس للاسف ده حلم صعب المنال. وهوب بيحاصروا مجموعه من المساجين، فبيبدا يضرب فيهم يمين وشمال ويمين وشمال، وبيخلص على كتير منهم، والمعركه بتكون صعبه خالص. حد ما بيجي واحد وبيضربه على دماغه، فبيتشوش تايلر وبيكونش مركز، وبيجي واحد من المساجين وبيخطف كيت عشان يعتدي عليه، بس بسرعه بيفوق تايلر من الحاله اللي هو فيها دي وبياخد كيت وبيهرب. بعدها بتيجي نيك من بره وبتفجر الباب الرئيسي، فعلى طول بيهرب وبيتحرك بعربيه هو والاطفال وكيت، ووراهم طبعا نيك وياز بعربيه تانية. في اللحظه دي بيطلعوا عليهم كتير من الشرطه ورجاله العصابه، بس بيقدر تايلر يخلص على كتير منهم وبيقدر يهرب منهم، لحد ما للاسف بيقدر واحد من العصابه يحط له متفجرات على العربيه، وبوم بتنفجر وبتتقلب العربيه. بس قبل ما رجاله العصابه يتلموا عليه بتوصل نيك وياز وبيفضلوا يضربوا فيهم. بعدها بيهربوا كلهم وبيركبوا قطر كده عشان يهربوا بيه، وبتكون الطفله بنت كيت مصابه، فبيفضلوا هناك يعالجوها. بس المشكله ان في الوقت ده بيسمعوا طيارات فوقيهم، فعلى طول بيسيبوا الاطفال وكيت مع ياز وبيخرجوا نيك وتايلر يتعاملوا معاهم. وقتها بيفضل تايلر يضرب على الطياره بسلاح تقيل لحد ما بيقدر يوقعها، بس مش بيلحق يفرح كتير، وبيلاقي طياره تانية جايه عليه، فبيفضل يضرب عليهم بس من غير اي فايده. وبيقدروا مجموعه جنود من الطياره ينزلوا على القطر وبيروحوا لنيك وبيفضلوا يتعاركوا معاه. بس نيك بتكون قوية جدا، وفي مشهد من أقوى ما يكون بتفضل تضرب فيهم يمين وشمال لحد ما بتخلص عليهم. بس المشكلة هنا إن في مجموعة تانية من الجنود بيفجروا مكان في القطر وبيدخلوه، وبيكونوا رايحين على ياز والعيلة، فبسرعة بيجي تايلر وبيقتل كام واحد منهم وبيفضل يتعارك مع الباقي، وبعد عناء كبير بيخلص عليهم كلهم. بعدها بيروح لنيك في غرفة القيادة عشان يطمن عليه، بس مش بيلحق يعمل حاجة، وهوب بتيجي الطيارة تاني وبتفضل تضرب عليهم نار. فبسرعة بيطلع تايلر فوق القطر ومعاه سلاح تقيل وبيضرب على الطياره لحد ما بيوقع. بعدها بيرجع لنيك وبيعرفها ان طريق القطر هيخلص، وبيأمرها توقف القطر، بس لما بتيجي تعمل كده بتلاقي الفرامل بايظه، فبسرعه بيرجعوا لكيت وولادها وبيربطوهم كويس في المكان عشان القطر هيتقلب. وفعلا في ثواني بيتقلب القطر بيهم، لكن الحمد لله بيخرجوا الكل منه بسلام، فبيكملوا طريقهم للبحر. وعند البحر بيكون في لانش مستنيهم عشان ياخدهم لطياره يهربوا بيها بره البلد خالص. بس في اللحظه دي بيتجنن ساندرو وبيقول لهم ازاي هنهرب، مش المفروض نستنى ابويا؟ وطبعا بيكون ساندرو ما يعرفش ان ابوه مات، لانه كان خرج من السجن قبل ما يتقتل، لكن بيضطر كيت حاليا تقول له الحقيقه وان ابوه مات، وده بيخليه ينهار وبيفضل يتخانق مع تايلر. بس في النهايه بيهدوه وبيركب معهم اللانش. بعدها بياخدوا كلهم الطياره وبيتحركوا بيها، وفي الاثناء دي بيعمل ياز مكالمه عن طريق القمر الصناعي لناس من المنظمه، وبيعرفهم انهم هيروحوا دلوقتي على فيينا، وبيامرهم انهم يعني يجهزوا مكان كده يقعدوا فيه هناك. بس المشكله بقى ان كده بيكون عارف ساندرو هيروحوا فين، فبيستنى لما ياس بيقوم وبياخد التليفون وبيتصل بعمه زراب وبيعرفوا انهم رايحين على فيينا. طبعا زراب ما بيصدق لانه عاوز ينتقم لاخوه، فبيجمع كل رجالته وبيعرفهم انهم دلوقتي هيروحوا مهمه خطيره عشان يجيبوا حق اخوه دافيد. بيتشجعوا الكل وبيجهزوا اسلحتهم وبيطلعوا للمهمه. على الناحيه الثانيه بيوصل تايلر مع الكل لبيت كده في فيينا وبيقعدوا فيه، وبيستغل تايلر ان الكل هدي، فبيروح يتكلم مع ساندرو وبيعتذر له عن قتل ابوه، وبيعرفوا انه كان مضطر غصب عنه. وقتها بيتأثر ساندرو وبيعرف تايلر الحقيقه، الا وهي انه بلغ عن مكانهم لزراب. طبعا بيتكلم تايلر لكنه مش بيلحق يعمل حاجه، وهوب بيلاقي طياره تبع زراب وصلت عنده وبتفضل تضرب عليه. فبسرعه بيستخبوا الكل وبيجيب تايلر سلاح تقيل عشان يضرب على الطياره، لكنها بتمشي بسرعه من قدامه. فعلى طول بيبدا تايلر والكل يهربوا من المكان، وبنشوف ان رجاله زراب في كل مكان حوالين العماره دي، وهم بيشوفوا اي عربيه شرطه جايه عليهم على طول بينسفوها. هما بينزلوا تايلر والكل للجراج عشان ياخدوا عربيتهم ويهربوا، بس المشكلة ان في اللحظة دي بينزل ساندرو من العربية وبيهرب منهم عشان يروح لزراب. فعطول بينزل ياز وبيجري وراه عشان يلحقه، وبتجري نيك وراهم كمان بالعربية. اما تايلر فقبل ما يروح لأي حتة بيلاقي رجالة زراب وصلوا عنده، فبيشتبك معاهم وبيفضل يضرب فيهم يمين وشمال. في نفس الوقت ده بيكون ياز لسه بيجري ورا ساندرو لحد ما بيخرج بره المبنى وبيوصل عنده زراب. في اللحظة دي بيفضل ياز يتكلم مع ساندرو ويحاول ينصحه ما يروحش لعمه، لكن ساندرو مش بيسمع له وبيروح لعمه زراب وبيركب مع العربيه. في الاثناء دي بتيجي نيك بعربيتها، بس للاسف بيفجرها زراب بار بي جي، فبسرعه بيروح لها ياز وبيخرجها من العربيه وبيفضلوا يضربوا على زراب ورجالته نار. وعلى الناحيه الثانيه بيكون لسه تايلر بيتعارك مع رجاله زراب في الجراج لحد ما بيقدر يخلص عليهم. وقتها بتكلمه نيك وبتعرفه انها تخرج هي وياز للشارع، فيجي يساعدهم، فبيعرفها تايلر انه هيجي لها حالا بالعربيه وهياخدهم وهيهربوا. مش بيكذب خبر فعلا وبيروح لها، بس بيفضلوا رجاله زراب يضربوا عليهم صواريخ من كل حته لحد ما بيجبروا يقف. فبينزل من العربيه وبيفضل هو ونيك وياز يضربوا على زراب ورجالته نار. في الوقت ده بيتكلم تايلر مع نيك وياز وبيامرهم يروحوا للعماره ويطلعوا على السطح وياخدوا طياره رجاله زراب عشان يهربوا بيها، فبيوافقوا وبيطلعوا بسرعه للعماره. وبعد شويه بيقدر تايلر هو وكيت وبنتها يدخلوا برضه للعماره وبيركبوا الاسانسير عشان يطلعوا للسطح.
بس المشكله بقى ان فجاه الاسانسير بيتفتح عليهم وبيلاقوا رجاله الزراب في كل مكان، فبيفضل تايلر يتعارك معاهم ويضرب فيهم بكل قوه يمين وشمال. في نفس الوقت بتوصل نيك وياز للسطح فبيلاقوا رجاله الزراب، فبيتحركوا معاهم شويه حلوين هما كمان، لحد ما تايلر بيتواصل مع ياز وبيطلب منه يجي يساعده عشان ينقذوا العيله، فبيروح له ياز. بس في سكته بتطلع عليه بنت قويه من العصابه، فرغم ان ياز بيقتلها الا انها للاسف بتكون ضربته كذا طلقه. اما نيك فبيطلعوا على السطح واحد قوي جدا من رجاله الزراب، فبتفضل تتعارك معاه لحد ما للاسف هما الاتنين بيقعوا بره الشقه اللي كانوا فيها على سطح من اسطح العماره الازاز، ويكون اغمى عليهم هما الاتنين وبيفضلوا يتزحلقوا من على السطح، والراجل ده بيقع وطبعا بيموت. اما نيك فلحسن الحظ بيشوفها تايلر وبيجري عليها وبيلحقها على اخر لحظه، لكنه بيكون متعلق معاها ومش عارف يطلع، وفوق ده كله بيجي لهم زراب وبيكون هيقتلهم هما الاتنين. بسرعه بيحتف تايلر نيك لشقه تحتهم وبيطلع هو وبيفضل يتعارك مع زراب لحد ما بيقدر يكسر الازاز تحته وبيوقعه في شقه تحتهم، واخيرا بيكون عند تايلر شويه وقت فبيطلعوا كلهم للسطح عشان ياخدوا الطياره. بس المشكله ان زراب بيجي من وراهم في الخفا وبيضرب ياز طلقتين في ظهره، فبيتصاب تاني ودي تاني اصابه، لكن على طول بياخدوا تايلر وبيركبوا الطياره وبيطيروا كلهم، وبيفضل تايلر يحاول يعالج ياز، بس للاسف الوقت فات وبيموت ياز والكل حزين عليه، خصوصا اخته نيك اللي حرفيا بتنهار لما بتشوف ان اخوها مات. بس رغم الاحزان دي كلها بيكملوا لكل طريقه، بيوصلوا لبيت تايلر واللي بيقعدوا فيه شويه لحد ما يشوفوا طريقه يهربوا بيها كيت وبنتها من هنا. على الناحيه الثانيه بعد ما المعركه دي خلصت هم بيروحوا كلهم لمخبأ كده، وبيكون زراب ناوي يكمل مهمته ويخلص على تايلر حتى اخر راجل منهم، وده اللي مش بيرضى بيه عمه، وبيعرفوا انهم خسروا ناس كتير جدا ومالوش داعي يخسروا ناس تاني اكتر من كده. بس الكلام ده ما بيعجبش زراب، فبكل سهوله بيقتل عمه بكل دم بارد، وبيكونوا كل مصدومين بالذات ساندرو، ولدلوقتي اخيرا ادرك انه انضم للناس الغلط. عامه بنرجع لتايلر وبتجيله مراته السابقه ميا وبتطمن على كيت اختها وبنتها. بعد كده بتقعد هي وتايلر يتكلموا شويه، فبنعرف من كلامهم ان ميا سابت تايلر زمان، لانه زمان وقت مرض ابنه الشديد سابه وسافر لانه كان بيخدم في الجيش، وده اللي زعل ميا جدا فسابته. وقتها تايلر اعتذر لها وقال لها انا ما كنتش قادر اشوف ابني وهو بيموت قدام عيني، فكنت جبان وهربت، فانا اسف بجد. في اللحظه دي بتيجي مكالمه لتايلر من زراب، بيعرفوا انه موجود في كنيسه سانت جورج، وبيعرفوا انه مش راضي عن الهزيمه اللي اتهزمها وعايزه. فبسرعه تايلر بيجهز نفسه وبيروح للمهمه دي، ولكن بيروح لوحده، فبيسيب نيك عشان ما تتاذيش، وبياخد اسلحه وعربيه وبينطلق للكنيسه. وهو ما بيوصل بيكون واضح ان تايلر مش جاي يتفاهم، لانه على طول بيضرب قنابل يمين وشمال على طياره زراب وعربيات زراب عشان زراب ما يعرفش يهرب نهائيا. بعدها بيخلص تايلر على اخر واحد من جنود زراب وبيدخل له بعدها للكنيسه، وهناك بيلاقي تايلر ان القاذر ملبس ساندرو متفجرات كتير وماسك الريموت في ايده، وبيحذر تايلر انه لو ضرب طلقه هيفجر ساندرو. طبعا بيخاف تايلر على ساندرو ومش بيضرب اي حاجه، فبيأمر زراب ساندرو ان هو ياخد منه دلوقتي المسدس وبيعمل كده. بعدها بيأمر زراب يقتل تايلر، لكن ساندرو مش بيقدر يعمل حركه زي دي، فمش بيهتم زراب وبيكون هيقتله هو. بس قبل ما يعمل كده هوب بتوصل نيك للمكان، فبسرعه بيسحب زراب ساندرو وبيثبته بالمسدس وبيهددها انها لو عملت حاجه هيقتله. فلمح البصر بياخد ساندرو من ايده الريموت وبيبعد عنه، فزراب بيضرب نيك طلقتين وبيصيبها. وقتها بيجي له تايلر وبيبدا يضرب فيه، وحرفيا بتكون معركه دمويه بين الاثنين، وبيقدر زراب يصيب تايلر كتير، لكن ده مش بيفرق مع تايلر، وبيجيب سكينه في الاخر وبيطعن زراب كتير لحد ما بيصيبه اصابات خطيره. بعدها بيجي مسدسه وبيضربه طلقه في دماغه، واخيرا بنخلص من قرفه. وبس بتوصل الشرطه للمكان وبتقبض على الكل، ويعني ساندرو بيرجع لامه، وبتدخل نيك السجن وبيعالجوها هناك وبتكون كويسه. اما تايلر فبيدخل السجن، وهناك بتجيله ميا وبتعرفه ان بسبب اللي عمله مع اختها خلاص اختها دلوقتي في امان ورجعوا بلدهم، وهي حاليا نسيت كل اللي كان بينهم، ويعني بيتصالحوا اخيرا بعد كل السنين دي. بس مش ده المهم، المهم فعلا ان الضباط بياخدوا تايلر عشان يرجعوه زنزانته. بس بدل ما بيعملوا كده بيخرجوه من السجن مع مجموعه جنود، وبياخدوا الجنود دول تايلر للضابط اللي قابله قبل كده في النمسا وقال له على مهمه كيت، وبيطلع اصلا مش ضابط، لكنه بيعرف تايلر انه يقدر يخرجه من السجن بس بشرط يشتغل معاه شغلانه كمان. فبيوافق تايلر ولكن بشرط ان نيك تكون موجوده. فبيضحك الغريب ده لانه كان متوقع ان تايلر هيقول كده، وعمل حسابه وجاب نيك. فعلا بتوصل نيك على طول، فبيطمن تايلر وبيكون مبسوط انها معاه. بعدها بيسال الغريب ده عن اسمه، فبيقول له مش مهم اسم ايه، المهم انا شغال مع مين، ويلا بقى عشان تقابله. وهنا بيخلص الفيلم، لكن اكيد هيكون في جزء جديد ومغامرات جديده لتايلر ونيك، لكن للاسف مش هنشوفها دلوقتي. وبس كده، سلام.